يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا وتستفيدوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: قصتي للعبرة، كنت طالبة جامعية كأي طالبة تحب دراستها وتحب تثبت نفسها، وأي فعاليات تصير في الجامعة أنا أول أحد بيحضرها لأني أحب أتعرف على ناس أكثر وثقافات ومعتقدات، ولكن بنفس الوقت أنا خجولة نوعا ما، بس عندي الشغف أني أتعرف على عدد كبير وأني أكون اجتماعية. في نهاية أول فصل لي في الجامعة دخلت جروب طلاب، فقلت أدخلها أنمي وأطور من مهاراتي في التصوير لأني محبة للتصوير وأنه عندي وقت فراغ. المهم دخلت وأثبت نفسي وكل الناس يمدحون في تصويري واعتمدوني في فعاليات كثيرة في الجروب. في يوم من الأيام، طبعا الجروب فيها فرق وأنا من فريق التصوير، قال لي رئيس الفريق إنه بيصير إيفنت قريب لكن برا الجامعة، وخلينا نروح أنا وياك نكتب خطة ونقسم أدوار التصوير في مكان الإيفنت. أنا رفضت وقلت له نتكلم في الجامعة وما نخرج، وصار إنه تلاقينا في مكتبة الجامعة نفسها بعد استئذان إنه معانا موضوع كذا وكذا من مشرف المكتبة. طبعا هذا الولد كان دايما يتقرب مني بس أنا ما أعطيه مجال. بعد أسبوعين قام يبحث عني ويسأل مين أنا من عند أعز صديقاتي اللي كنا أنا وياها داخلين الجروب مع بعض، وعرف إنه معي أخت من نفس الجامعة وتدرس هندسة. في يوم من الأيام كان عندي محاضرة، اتصلت أختي وتقول لي عندك محاضرة الحين؟ قلت لها أيوه، قالت تعالي المكان الفلاني وكنسلي محاضرتك. استأذنت وخرجت ورحت لها، أحصل معاها بنتين أول مرة أشوفهم. قالت تعرفيهم؟ قلت لها لا. بعطيكم ملخص الحوار لأنه كان أسوأ حوار في حياتي واللي قلب كل حياتي رأس على عقب. اللي دار بينهم وبيني إنه أنا متكلمة عن واحدة منهم والثانية شاهدة، وأنا مضيعة سمعتهم قدام أهلهم، وأنا أراسل شباب وأطلع معاهم وأنا ما أحضر محاضراتي. واحدة تقول أنا مهكرة تليفونك ومكبشرة كل شيء من محادثات وصور واتصالات. الطامة مو هنا، الطامة إنه ناس تتكلم عنك بما ليس فيك عادي، الطامة إنه الأخت قالت بالحرف الواحد أنا متبرية منك لأنك مضيعة سمعة صديقاتي اللي أعرفهم من 4 سنوات، وما رضت تسمع شيء مني ولا تبرير، وبكل برود أعطيتها تليفوني لأنها أختي، وثانيا واثقة من نفسي ما سويت غلط. خذته وفتشت بس ما حصلت شيء. قالت واحدة منهم تراها حاذفة، وصديقتها أخذت جوالي وقامت تبحث. عصبت وبغيت أخذ الفون منها بس ما قدرت لأن الثانية مسكتني، وأختي ساكتة وتقول مالي دخل تفاهمي معاهم وهم يقولون أختك سمحت لنا. رجعنا البيت ومعاها جوالي، وعلمت أهلي أني أطلع مع شباب ومضيعة سمعة صديقاتها. أهلي صدقوها وما رضوا يسمعوا شيء مني أبدا، انقهرت مرة، والكلام اللي أسمعه لحد ما وصل قالوا إنهم يطلعوني من الجامعة. حاولت أقنعهم بس أختي دايما توقف في طريقي وتقنع أبوي إنه كذا سوالفي ودايما هي تنصحني، ومن الحجج اللي قالتها أنا أتأخر عليها دايما في الرجعة وما أرد على اتصالات وما أحضر محاضراتي، أنا تحت ملاحظة وأشياء كثيرة، أهلي لو سمعوني كل شيء باين، يعني هم بإمكانهم يروحوا الإدارة ويفتحون ملفي ويشوفون كل الكلام هل صح أم غلط، واشهد الله إنه كلام كان متفق. وفوق كذا كنت الفصل اللي قبله مكرمة لأني من المجتهدات، تخيلوا كل شيء واضح بس كأنه شيء من حواجز، ما قدرت أقنعهم ولا قدرت أسوي شيء. تعرفوا شعور الظلم وشعور القهر ما أقدر أوصفه. قال لي من بكرة ما حد يطلع للدوام، ولا تخبر جدك ولا أعمامك ولا أقتلك. للملاحظة ترى الولد هو اللي مسوي كل هذه السيناريات وأنا ما كنت أدري. واحدة من صديقات أختي هي حبيبته، ولما كنت معه في المكتبة مصور جزء مننا وراسل لها إنه نحن طالعين بدون ما يبين إنه كنا في مكتبة، وفعلا كنت قاعدة أشرب قهوة وحسبي الله. بعد 3 أيام فتحت الجوال، رسلت لأحد المشرفات إنه أهلي طلعوني من الجامعة وخبرتها السالفة كامل، وأنا ما كنت أدري عن الولد إنه هو اللي مسوي كذا. الولد كان أقرب طالب للمشرفة معاها من أول ما دخل الجامعة وهو مصور، ودايم متعامل معاها علاقتهم كالأم والابن. خبرتها راحت وتأكدت من الموضوع، اتصلت في أبوي وين بنتك بدون ما تبين إني أنا متواصلة معاها لأنه أنا تحت التهديد. والحلو إنه رئيس الجروب صديق رئيس فريق التصوير لأن الولد علمهم بكل اللي سواه فيني، ومن مشاكل رئيس الجروب يعني صديقه.
طبعا هو رجال وما عجب اللي سواه فيني، علم المشرفة بكل التفاصيل، في تفاصيل أنا ما ذكرتها، وصلوها للإدارة إنه البنت أهلها طلعوها من الدراسة، والسبب الولد وبنات وأختها، تم استدعائهم وتم التحقيق، وطبعا الإدارة وقفت معي، بس أبوي رافض يرجعني، وكل ما يسوي معه اجتماع يرفض يروح، ودائما يتصل المشرفين والإدارة يوميا عشان يقنعوا أبوي إني أرجع وأدرس، حتى رئيس الجروب قام يتصل في أبوي كثير بس بدون فايدة. بعدها الولد اللي مسوي المشكلة طلع من الجروب، وأصدقائه عرفوا باللي سواه وهددوه إنه إذا ما رجعت البنت للفصل القادم الجامعة راح نعلم أبوك عن اللي سويته. طبعا أصحابه يعرفوا سوالف عنه، وهذه مو أول مرة يسويها، وفي بنات كثير مسوي لهم مشاكل. في هذه الحادثة عرفت ناس كثير، ناس أعرفهم ولا شفت في حياتي بس وقفوا معاي. المشرفة وأصدقائه عشان سالفتي قطعوا تواصل معه نهائيا. واحد من الإداريين تواصل مع بنت كانت رافعة قضية عليه بسبب تشويه السمعة، والبنت جات بيتنا مع أوراق المحكمة وإثباتات عشان تقول لأهلي إنه هو كده سوالفه بس بلا فايدة. جلست في البيت، دخلت اكتئاب شديد في غرفتي لمدة شهرين. بعدها وصلني رسالة من فلان الفلاني: مساء الخير خلود، كيفك؟ طمنيني عنك. رديت عليه لأني أعرفه وهو رئيس فريق الجروب، بدأ يسأل عني كده، ولحد ما ارتحت له وعلمته بكل شيء. وللعلم ما كنت أعرف إنه هو عارف شيء، عبالي ما عنده خبر لأنه مو متواصلة معه. شرح لي الوضع وخبرني بكل شيء، قال لي احذفي كل شيء من حساباتك وأرقام تواصل واخرجي من الجروب، مو ناقصين شيء. وسمعت كلامه، هذا الولد خرجني من الاكتئاب، وأول مرة أراسل الولد بهذه الطريقة، وعلمته بكل شيء حصل بيني وبينه، وإنه هو خبرني سالفة كده وكده. في تفاصيل كانت صغيرة بس أنا شخصيا ما أعرف، في أشياء مجهولة وما حد علمني، بس الولد علمني بكل شيء حرفيا. بعدها بالتدريج طلعت من الاكتئاب وقطعت التواصل مع أي شخص نهائيا، ركزت على نفسي وكيف ممكن أطورها، لأن حلمي أبني شركة لخدمات التصوير، وصرت قريبة من الحلم. بعد 10 أشهر تقدم لي الولد رئيس الجروب، وسبحان الله تيسرت الأمور وصار زواجي على السريع، برغم إحنا عاداتنا ما حد يتزوج من برا العائلة، بس تسأله كيف تزوجك؟ هذه تدابير الله. أنا بنفسي انصدمت، وللعلم كان هو طالب وطلع من الجامعة وتوظف عشاني، وهو ترى قايل للإدارة إذا أهلها ما رجعوها تدرس أنا بتزوجها، بس بشرط يرجعوها. رضيت وارتحت له وتزوجنا، وطبعا رجعني أدرس، لكن أنا كملت على تطوير نفسي، ولأن كان حلمي أبني شركة فعلا تساعدنا، وبنيت مكتب أحلامي، وأنا الحين أم لتوأم باحثة في الدكتوراه بتخصص إدارة أعمال، والأهم من هذا بنيت الشركة عشان أوظف أخواتي اللي كانوا سبب في انفصالي من الجامعة، ومستثمرة وشريكة في شركتين. في هذه الحادثة أنا كنت قريبة من ربي كثير، والحمد لله إني مظلومة ولا ظالمة، لكن هذا الكلام قبل أكثر من 10 سنوات، بس لين يومكم هذا ولا مرة طلعت مع أخواتي لأني ما أرتاح لهم، وصرت ما أوثق فيهم، أتضايق كثير، بس نتلاقى أوقات الدوام لأنهم موظفات عندي، أما زيارة لأهلي أروح أوقات لما يكونوا هم مو موجودات، ونادرا أروح للجامعات، والحمد لله أنا ساعدت أهلي في كثير أشياء هم ما سووها لي ولا يقدروها لي، والحين حظيت باحترام وتقدير الكل، والكل يبغاني عنده في المجلس، ما شاء الله تبارك الله صبرت ونلتي. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.